الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الحمام، لأن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. فالحمامات هذه العامة الموضوعة خارج البيوت للاغتسال من أجل حرارة الماء أو نحو ذلك، الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى تلك الحمامات. لكن إذا كانت في بلد بارد بحيث أنه لو لم تذهب إلى الحمام يخشى عليها من الضرر من الغسل، فالضرورات تبيح المحظورات. أو لو أن الحمام انقلب من كونه عاما إلى كونه خاصا، كأن يستأجر الزوج الحمام أو جزءا منه يكون مقسوما، يعني لو كان الحمام مقسم إلى غرف فيستأجره لساعة أو ساعتين فإنه يصبح لهم، وبالتالي لا بأس أن تضع المرأة ثيابها فيه. جزاكم الله خير.